تفعيلا لدور الشراكة مع المؤسسات المهتمة في مجال حماية البيئة، جاءت هذه الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة والصيد مع مؤسسة حمودي، وذلك لدعم مشروع التنمية المحلية والتكيف مع التغيرات المناخية. تطبيقا لتوجيهات مشير جات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وقعنا اتفاقية مع مؤسسة حمودي، وندو نفس الندى لكل المؤسسات، يعتبروا بكون حماية البيئة ليس كلام، حماية البيئة تكون فعل. رئيس مؤسسة حمودي قال إن المشاركة في الحماية البيئية شأن الجميع، لذا يجب مساندة الحكومة في مسائها الرامية لمكافحة التغيرات المناخية. ممكن أن نترك الصحراء تأتي إلينا بهذه السرعة ونحن نقف متفرجين، فإذا مؤسسة حمودي تطبق كل ما اتفقنا عليه هذا اليوم على أرض الواقع. وفي ذات الإطار تم التوقيع على اتفاقيتين أخريتين مع الجمعية التشادية للبدو والرحل وجمعية التنمية وادي ريما بهدف المشاركة في ربط الهزام الأقدر وتطبيق البنود المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة الزحف الصحراوي. المحافظة على البيئة ضرورة حتمية يجب مشاركة الكل فيها من أجل التصدي للزحف الصحراوي وخلق بيئة صحية سليمة لصالح الإنسان والحيوان.